ربنا بالألكان، لكن معوضة أو مرتبط بها هالوجين، ذرة هالوجين، مثل ما نشوف هنا الهالوجين أتوم اللي هي مثلا هنا كلورين. أنتم تعرفون الهالوجينات هي هذه، ايه دكتور الفايبر نفسه معروف. هذه معروفة. هذه هي صورتها، الهالوجينات كلورين برومين أيودين، هي فلورين كلورين برومين أيودين هالوجيناتين برايد. زين، كلوروميثين، سوري، كلوروميثين. اكو خاصيه بالكيمياء العضويه يسموها الاندكتيف افكت اللي هو الحث، وبها نوعين من المجموعات اللي هي المجاميع الدافعه واكو مجاميع ساحبه. المجموعه المثل او مجموعه الالكيل جروب تعتبر مجاميع دافعة للشحنات الكهربائية، مو تستقطب، لأنه الإلكترونيجاتيفيتي مال الكربون واطية مقارنة بالإلكترونيجاتيفيتي مال الهالوجينات. فلذلك الهالوجينات تنشحن partially positive partially negative عفوا. زين، ومجاميع الألكيل تنشحن بشحن partially positive. زين، هسه نجي عليها اكثر بالتفاصيل اللي قدام، بس الاندكتيف افكت مهم بهاليدات الالكيل انه هو تفهمه. مجاميع الار سواء مثل اثيل بروبول كلها هي دافعه بالحث مثل ما تلاحظون بالسهم. زين، لانه هي الالكترونيجاتيفيتي تزداد كلما اتجهنا لليمين بالجدول الدوري. فلو تلاحظون الكربون هو هنا الالكترونيجاتيفيتي مالته مقارنة بالهالوجينات اقل، يعني هاي الكولوم اعلى من هذه اللي هي زمرة الاكسجين، وزمرة الاكسجين اعلى من زمرة النيتروجين، والنيتروجين اعلى من الكربون. فلذلك هذه مقارنة بالكلور او مقارنة بالفلور تنشحن شحنات partially positive. زين، مثال عليها هي الكلوروفورم، هو اورجانيك سولفنت اللي هو CHCl3 الرمز مالته، وكذلك غاز الفريون اللي يستخدم بالثلاجات والتباريد والمكيفات اللي هو رمز، يعني هو الصيغه الفورمولا مالته CF2Cl2 غاز الفريون CFC. زين، هذا هو يعني يساعد على ثقب غاز الاوزون، احد العوامل اللي المؤثرة ضد طبقة الأوزون. والهالو إيثان، هالو ثان اللي هو أنسيثيتك اللي هو غاز مخدر، مثلا CF3CHClBr. زين، هذه كلها أمثلة على الهاليدات الألكيل، الكايل هالايد. الهاليدات الألكيل بصورة عامة نرمز لها X، الألكيل صورة عامة اكس، سواء الاكس بغض النظر عن كونه فلورين كلورين برومين ايودين. زين، فنرمز لها اكس. هذه الآصرة is polarized in such a way that there is a partial positive charge on the carbon and partial negative charge on hydrogen. هي مستقطبة بحيث تكون بهالشكل مثل ما شرحتها لكم. dipole moment عفو، مو فد شيء مهم. الالكترونيجاتيفيتي تقل باتجاه بهذا الاتجاه، يعني الالكترونيجاتيفيتي مال الفلورين هي اعلى من الكلورين، والكلورين اعلى من البرومين، والبرومين هو اعلى من الايودين. يعني شنو الالكترونيجاتيفيتي؟ الالكترونيجاتيفيتي هي حب الذره لاستقطابها للالكترونات.
الالكترونيجاتيفيتي يعني قابليتها على سحب الالكترونات إلها. طبعا الهالوجينات هي بها ثلاث مزدوجات الكترونية. الهالوجينات بها ثلاث مزدوجات الكترونية، بس بالرغم من هذا هي جشعة تحب تستقطب الالكترونات. لذلك دكتورة تحمل النيجاتيف تشارج، دليل على كذلك الناس. تحمل النيجاتيف تشارج. يعني لو تلاحظون الفلورين داير ما دايره، اكو ثلاث مزدوجات الكترونيه، كل ذره فلورين مزدوج 2 3. زين هذا مثلا هياته، شوفوا. ورغم من انه عندها فائض هاي مدى الكبر، والرغم من انه عندها فائض من المزدوجات الالكترونيه، لكن ستيل هي شنو؟ هي جريدي جشعه تحب انه تستقطب هذه، هاي الصوره تحب تستقطب، مو كلش تصبحت واضحه الالكترونات الها. الواتر بمزدوجين الكترونيه، لكن هو اقل الكترونيجاتيفيتي من الفلورين حسب الصوره مال البريودك تيبل. زين هذه بصفها الاكسجين وبصفها النيتروجين، منو اكثرهم الكترونيجاتيفيتي؟ الفلورين اكثر من الاكسجين، والاكسجين اكثر من النيتروجين. هذا عنده 3 مزدوجات الكترونيه، هذا عنده 2، وهذا عنده 1 بس كريم بيها. بالرغم من انه عنده مزدوج الكتروني واحد، لكن كريم بالمزدوج الالكتروني مالته، يجود بيه يكرمل غيره. زين شوفوا هاي 3 وهاي 2 وهذه بها مزدوج الكتروني 1. نرجع لموضوعنا هنا، نفس الشيء فلورين. اذا نمشي بالطول، اذا نمشي بالطول الفلورين اعلى الكترونيجاتيفيتي من الكلور اذا على مستوى الزمره، والكلور اعلى من البروم، والبروم اعلى من اليود، اعلى من الاستاتين، واعلى من التنجستين، وهكذا الكترونيجاتيفيتي تزداد باتجاه الأعلى. زين كربون هالوجين بوند لينكث تزداد ان اوردر اوف البوند لينكث مال السي اي أعلى من، رجاء اغلق المايكات اكو صوت، اكو صوت موبايل. زينب حسن صبار، زينب حسن صبار زينب حسن صبار حول ولا قوة إلا بالله. كربون انتو ظلوا هيك، ظلوا طلاب بهالسلوكية، ظلوا هالشكل عبالكم هي شقة. بالمناسبة انتم مو زينين بالمد. كربون هالوجين بوند لينكث انكريز ان ذا اوردر اوف كربون ايودين اعلى، طول الاصرة اعلى من الكربون برومين، والكربون برومين اعلى من الكربون كلورين، واعلى من الكربون اف. هذا طول الاصرة. زين هسه نجي ندخل بتفاصيل طول الاصره والالكترونيجاتيفيتي بيش تفيدنا. هذه معلومات عامه، هذا الدايبول عفوه اتركوه، مو مهم بالنسبه لي هسه. زين typically the chemistry of alkyl halide is dominated by this effect and usually results in the CX bond being broken either substitution or elimination process. هاليدات الالكيل شوية رح ندخل بيها هذا الموضوع يعني بالميكانيكية بطريقة أعمق. إحنا كل مجموعة من المجاميع أو من العوائل اللي درسناها سابقاً، الألكان، الألكين، الألكاين، الكحولات، شنو شرحتكم دكتورة بسمة الدايين،
زين كلها إلها تفاعلات وإلها طرق تحضير، بارتين رئيسية، تفاعلات هاي المجموعة وطريقة تحضير هذه المجموعة. إحنا راح نركز بهاليدات الألكيل على تفاعلاتها وليس طرق تحضيرها، لأن تفاعلاتها بها بارتين هو substitution و elimination process. هاليدات الألكيل بميكانيكيتها من تتفاعل مع المواد الأخرى تدخل ميكانيكيتين، تعاني من ميكانيكيتين substitution or elimination عن طريق كسر الآسرة مال الكربون هالوجين. هاي الآسرة زين مال الكربون هالوجين اللي هي هذه راح تعاني من شغلتين، وهاي الشغلتين هي اللي تحدد البرودكت الناتج. زين this reactivity makes alkyl halide useful chemical reagents. زين فعاليتها بهاي الطريقة هي اللي تجعلها هي useful chemical reagent، مفيدة. التسمية مالتها according to the IUPAC alkyl halides are treated as alkan، مثل الألكان، with halogen substituents، كأنما هالو ألكان. زين مثلا هذا عندنا ترانس واحد كلورو، يعني هم نحدد السلسلة الأم الأطول ونفس القواعد نمشي عليها. ترانس وان كلورو ثلاثة مثل سايكلو بنتان، هو سايكلو بنتان. زين شكله هو ترانس لأنه احنا قلنا سيز وترانس مو بس فقط بالألكين. صحيح دكتورة بس ما قالت هو بالألكين، لا هو سايكلو ألكان أيضا يعاني من هاي الشغلة، يعني أيضا تنطبق عليه هاي الشغلة. واحد كلورو ثلاثة مثل، نبدي بالتسمية من الكلور، من ذرة الكلور. احنا مو قلنا إذا عندنا هالوجينات بموضوع الألكان تذكرون نبدي التسمية بالهالوجينات، فالهالوجينات نعطيها رقم واحد اثنين ثلاثة. شنو عندي موقع ثلاثة؟ مثل سايكلو بنتان. زين هذا فلورو ايثان اعتيادي، ماكو داعي اقول واحد فلورو ايثان، ماكو داعي لان هو ما بي غير possibility. زين the halogen prefixes اللي هي فلورو كلورو برومو ايودو، هاي مثال عليها. often compounds of CH2 X2، قلنا الاكس هي الهالوجينات بصورة عامة، type are called methylene halides. مثلا عندي CH2 Cl2 هو مثيلين كلورايد، مثيلين ايودايد، مثيلين برومايد. هاي تنتبهون عليها، هاي الفورما اللي هي CH2 X2 يسموها مثيلين هالايدز. اوكي هات تجيكم التسمية مثل ما جبت لكم هسه بالميد. الفورمولا اللي هي CHX3 تايب كومباوند يسموه هالو فورم، سواء ايودو فورم او كلورو فورم. كلورو فورم اللي هو السولفنت العضوي اللي هو هذا CHCl3. زين نستخدمه بالمختبر. ولا بش وقت تجون عملي يا يوم طف اول دكتورة؟ الثلاثاء يبدي. ثلاثاء اربعاء يومين؟ ثلاثاء اربعاء خميس، 6 أيام. أيه. زين أنا أريد أشوفكم ثلاثة من يا ساعة ليا ساعة، من الصبح للظهر صح؟ أي دكتورة. والله أنا ثلاثة فول. دكتورة بس يعني كل واحد محاضرة، يعني كل جروب يجي ساعة واحدة بس. بلي افتهمت عليكم. اللي أقدر أزوره راح أزوره. أريد أتعرف عليكم. الله يسلمكم. زين عيني قلنا هذا الكلوروفورم، اوكي هو هالوفورم، مثلا ايودو فورم كلوروفورم كلورو. زين هنا عندي هذا ايودو فورم سي اكس 4 تايب، شي يسموه كربون تترا هالايد، مثلا كربون تترا فلورايد يعني رباعي فلوريد الكربون، كربون تترا كلورايد، كربون تترا ايودايد، وهكذا. زين هذا اكزامبل عليها بس بصوره عامه هي تترا هالايد، واضح؟ زين هاليدات الالكيل لربما تكون برايمري او سكندري او تيرشري. مثلا اني عندي هنا برايمري هاليد الكيل، مثلا سي اتش 3 نفترض هاي الار اللي هي الالكيل سي اتش 3 CH2 Cl هذا برايمري اعتيادي. زين هذا مرتبطة ب
آرات اثنين أو وهيدروجين، يعني مثلا مثل بمثل بسي اتش، هذا سكندري لأنه الكربون اللي مرتبط بها هي كربون سكندري. ليش الكربون سكندري؟ لأنه مرتبط باثنين آرو جروب. بالمناسبة أنتم خربطين هواية بالمد بالسكندري، مجاوبيني على السكندري كربون. أنا ما كنت سألتكم كم التيرشري هيدروجين، اي تيرشري كربون، فكلش هوايه مجاوبيني على التيرشري كربون. طبعا اعتيادي خسره بالدرجه، قليل جدا اللي مجاوبيني. اكو مركبات اثنين قلت لكم، مركب اي ومركب بي، ايش كم تيرشري هيدروجين بيها؟ مركب اي انا لسه اذكر هو ما بي زيرو، زيرو تيرشري هيدروجين. ومركب بي بي ثلاثه تيرشري هيدروجين. كلكم كلكم تسع او شغلكم 97% من عندكم مجاوبيني على تيرشري كربون. ما منتبه والله دكتور الوقت هين على السؤال مقاري ضيق، واخر خمس لا تتحججون بالوقت. الاسي اخر ابو جاسم ابو دكتور يعني. هو هو الجواب يعني مو هيك، هو غير الاول ما بي والثاني بي ثلاثة لو عافية. منو هذا اللي جاوب هسه الأول ما بيه والثاني؟ نعم دكتور. منو؟ أنا منو ديك شوية؟ أحمد أحمد لطيف. نعم نعم. مو هو هيك الجواب يعني؟ صحيح الأول ما بيه، إيه هو صحيح الأول ما بيه والثاني بيه ثلاثة. هذا هو دكتور الحمد لله. فتنتبهون يا طلاب، أنا سائلة على الهيدروجين ما سائلة على الكربون. زين؟ للأسف درجاتكم يعني صدمتني الحقيقة. يلا على اتحاد نشوف السلة الام سي كيو بلكت الله تشيل من الدرجة. موضوعنا تنتبهون، ليش هذا سكندري؟ ليش سكندري؟ لأنه الكربون هاي بالسنتر، هنا أنا أكو بالسنتر كربون سكندري كربون. زين فهذا هاليد الكيل سكندري، هذا هاليد الكيل تيرشري. ليش؟ لانه ببساطه الهالوجين هذا الاكس مرتبط بذره كربون تيرشري لانه بها 3R. اوكي زين، هاي بها ثلاث انواع. مثلا عندكم مثل هالايدز CH3X، ذره الهيدروجين مرتبطه بكربون كربون مثل هذه. هذه ذرة الهالوجين مرتبطة بهاي زين تو، اكو عندي اثنين سي سي بوند وهاي سي سي. زين يعني ما بي الام الاطول اللي هي هذه هيبتان تو سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2، هاي صارن ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، فهو هيبتان. اوكي الصوت جاي يقطع دكتور. Again. هسه راح اعيدها. زين، عندكم هذا هبتان، السلسلة الأم الأطول هي هذه العرضانية. CH3 CH2 by 2، يعني شنو عندي؟ يعني CH2 مرتين. هم دا يقطع أبو جاسم. من ال كنت تشرحين على البرايمري والتيرشري والسكندري. هناك يقطع كان ما افتهم. أعيد. هناك أعيده إينا. دا أقول لكم أنه عندي مثل هالايدز صنف والبرايمري صنف والسكندري صنف والترشري صنف. المثل هالايد عبارة عن CH3X
مباشرة مرتبطة بأكس، سواء الأكس فلور كلور أو بروم، بغض النظر، لأن إحنا اتفقنا أنه الأكس هي هاليد. أوكي، هذا الصنف. الصنف الثاني البرايمري هو عبارة عن هاليد ألكيل مرتبط بكربون، عبارة عن هاليد، هاليد مرتبط بكربون. هاي الكربون بيها ارتباط مع كربون واحدة فقط اللي هي هذه. السكندري هو عبارة عن هاليد مرتبط بكربون، عندها ارتباطين R group. هاليد مرتبط بكربون بيها ارتباطين R group، يعني كربونين، مثل 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 أسل، اثنين أسل، هاي أسل وهاي أسل. أوكي، بغض النظر هاي مثل هاي إيزوبروبول، المهم عندي ارتباطين R group، ارتباطين كربون. التيرشري هاليد الكيل هو عبارة عن هاليد مرتبط بكربون، عندها ثلاث ارتباطات، ثلاثة سي سي، هاي سي سي وهاي سي سي وهاي سي سي، ثلاث ارتباطات R group، ثلاث ارتباطات الكيل group، فلذلك يسمون تيرشري. example عندنا، عندنا هذا اثنين كلورو بيوتان، هو عبارة عن بيوتان بموقع اثنين عندي كلورو. هذا هبتان، هو مركب هبتان، هاي السلسلة الأم لو تحسبوها سبعة، هاي CH3 هي واحد، CH2 مرتين يعني اثنين، ثلاثة أربعة هو CH، خمسة ستة CH2s، زين سبعة CH3. أوكي، فهو هبتان بموقع أربعة من الهبتان، عندي مجموعة اثنين برومو أثل، عندي أثل مجموعة أثل، هاي مجموعة الأثل مرتبط بيها برومو اللي هو اثنين برومو أثل، مو واحد برومو، هو ما مرتبط من نانا فأقول عليه واحد برومو أثل، لا اثنين برومو أثل. فش أسمي المركب؟ المركب هو هبتان، صحيح اتفقنا، بموقع أربعة من الهبتان عندي اثنين برومو أثل، بين قوسين هبتان. وضحت؟ again هو هبتان مركب سباعي لو تحسبوه. دكتورة ليش سباعي؟ ما افتهمنا ليش سباعي، لأنه هاي CH3 رقم واحد، هذه CH2 رقم اثنين ثلاثة، هذه رقم أربعة، هاي خمسة ستة، لأن باي تو خمسة ستة سبعة. أوكي اتفقنا، جيد، واضح جدا أنه هو هبتان. رقم أربعة من الهبتان اللي هو واحد اثنين ثلاثة، رقم أربعة أكو دا لاحظ عندي تفرع، هذا التفرع طبعا هم هواية مخربطين بالتسمية يا طلاب، هم هواية كلش مخربطين بالتسمية، ما أعرف شنو قصتكم. رقم أربعة عندي أثل، تمام، عندي أثل بس مو أثل صافي، وإنما برومو أثل، زين هو برومو أثل، اثنين برومو أثل لو واحد برومو أثل، لو لا هو اثنين برومو أثل، لأنه لو واحد كان الارتباط صار من نانا، كان صارت هذه سي اتش بي ار، كان صارت هذه سي اتش بي ار من نانا وهذه سي اتش ثري، لو افترضنا جدلا أنه هو واحد برومو أثل، لو افترضنا انه واحد برومو اثل لكان صارت مجموعة البرومين منا، بس هو اثنين برومو اثل، واضح؟ ان شاء الله واضح. هاي التسمية. دكتورة بس بخصوص التسمية، ليش تشبه تسمية الالكانات؟ لان هي الكانات، يعني هي الكانات، انتي مو تشوفيها الكانات، اكو بيها دكتورة. اكو بيها اواصر مزدوجه، هسه نجي على شويه اللي قدام، راح ننزل شويه اللي جوا بيها اواصر مزدوجه، تمام دكتور. بس هسه هو هذا الكان، هو الكان معوض، زين تمام دكتور. فهو اسمها الكايل هالايد، الكايل مجموعه الالكيل بغض النظر عن انه هي الكان او الكين، زين هسه نجي نشوف شويه شويه، او اريل، اريل جروب اللي هي مجاميع بنزين وهكذا، هسه نجي نشوف. هسه مثلا هذا شو اسمه، هذا هذا المركب، اريد احد يجاوبني. اثنين كلورو، اثنين كلورو بروبان، عافيه. انت ثلاث اصوات راح اعطيكم بونص، لحظه خلي اجيب ورقه وقلم، ثواني
أنا صوت أبو جاسم ميسته محمد عبد الله، وبعد وياه ابني وولد. دكتورة أني. شو اسمك أنت؟ آي مطشر. آي مطشر. هذا بونص. بونص يوم 27/6 عضوية أو أول. آي مطشر. محمد عبد الله، وبعد منو؟ دكتورة أني. أكو ولد، ولد جاوبني. دكتورة أني، دكتورة أني. أي شو اسمك أنت؟ أحمد عطية؟ أحمد لطيف، لطيف. أحمد لطيف. زين. زين، هسه هذا شو اسمه؟ هذا. واحد فلورا. واحد فلورا. إيثان. أو فلورا أو فلورا إيثان، كله نفس الشيء. واحد كلورا إيثان. زين صحيح. هواي أصوات، شلون راح أعطيكم الوقت؟ خلي أني أسأل دقيقة، خلي أني أسأل. تبارك رسن، وينك يا تبارك رسن؟ رجعنا عارفين الموبايلات وتسجلوا الحضور. رجعنا صفر. تبارك ما إلش حضور. دكتورة بتكتب لك بالشات مال ار سي سي. العد ليش ما تجاوبيني؟ لا دكتورة مو تبارك رسم بس شوفها قاعد تكتب لك. يلا تبارك جاوبيني. هذا شو اسمه؟ هذا شو اسمه المركب؟ تبارك لا حد يجاوب بس تبارك. شو اسمه هذا المركب؟ دكتورة أجاوب؟ لا أحد يجاوب رجاءً بس تبارك. عوفي البرومايد، حط إيدك على البرومايد. هذا الجروب شو اسمه؟ يمك ورقة وقلم رسمي. شو اسمه هذا الجروب؟ أخذناه. عتيق، كلش عتيق صار. هالقد ما أخذناه. دباعي باعي. هذا أثل؟ باعي. زين على كيفك. إكرام إسماعيل. نعم دكتورة. يلا جاوبيني إكرام. ترى بس رجع المركب. واحد واحد برومو. زين. اثنين هدايا مثل بروب روبل. عمار اسماعيل. عمار اسماعيل حسين. حتسووني عصبية عليكم. ليش هيجي ليش طلاب؟ عمار اسماعيل وينه؟ هم فاتح التابلت مالته وعايفه ده يتريق يمكن. العفو العفو دكتورة. نعم. هذا الطالب اسمه حسين اعتقد لان اعرفه مو عمار، صار بالعكس شو الاسم طالع. وين عمار؟ ماكو عمار اسماعيل؟ ماكو هيش اسم؟ لا لا هو احنا يمكن حتى العين ملح قوه اسمه حسين هذا الولد اللي تقصدينه حسين. هنا كان هنا ما ادري وين راح. اي هو شفته من صورته حسين، حسين اسم الولد بس اسمه شو صار بالعكس. يلا وين حسين؟ حسين شنو؟ هو حسين عمار دكتورة. هو حسين عمار؟ وين حسين عمار؟ سرمد 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 قمر رحيم. لا أنا اختار. ماكو لا حسين عمار ولا عمار حسين. انا راح يعني احذفهم ارجع اشيك الاسماء. هو حسين عمار لو عمار حسين. انتوا عبالكم انا دا اشاقه وياكم. وين سرمد؟ سرمد قمر.
ماكو سر من قبل. همينا صفر. ختام كريم. نعم دكتورة. ختام انت اللي كنتي دائما تجاوبيني وفعاله وياي. اي نعم دكتورة. كلش مو زينة انت بالمد. اي اعرف دكتورة ما جاوبت. كلش مو زينة يعني فوق مستوى التوقعات مع الاسف ما اعرف ليش. والله دكتورة يعني حسيت الاسئلة كلش صعب ما اعرف. لا والله لا صعبة ولا شيء انتم مقارين. لا والله دكتورة انا هواي قريت بس يعني ما اعرف يعني ليش شي صار بي. على اية حال. اكو وحدة ختام ثانية. اي ختام محسون ثانية. اي يلا وينها؟ وينها ختام محسون؟ احاول لا قوة الا بالله. استبرق عبد الكريم. يلا عيني استبرق صبحك الله بالخير. ايش اسم هالمجموعة؟ دباعيها استبرق الكريم ما جاوبت ابد. منو انت محمد عبد الله؟ العفو دكتوره جاوب له. لا محمد اعرفه انا لا تجاوب ليش انا ما اعرف محمد عبد الله. دكتوره عاد جاوبني احمد لطيف شهاد كريم. ايه يلا جاوبي شهاد. دكتوره هي اربع ذرات كربون وعندنا ذره حديد وحده برومو متفقه بالذره الاولى فنقول واحد برومو بروتون. اجاوب هتجاوب شهد. واحد برومو بيوتان. شهد شنو كريم؟ ايه صفر. زين دكتورة انا اجاوب. دكتورة اجاوب ولا دقيقة منو انت؟ من بدي احكي وياي؟ عبد الواحد علي. عبد الواحد يلا عبد الواحد. دكتورة هي لها اكثر من تسميات تقدر اسميها واحد برومو واحد واحد دايما دول. اقطعوا الكلام دقيقة اقطعوا الكلام خلي اسمع عبد الواحد رجاء سدوا المايكات. اقدر اسميها واحد برومو واحد واحد داي مثل ايثان. اي اقدر اسميها واحد برومو تيرشري بيوتان. عبد الواحد راح انطيك نص الدرجة نص البونص لانه اول اجابة. خلي اكمل احد يقاطعني لأن أول إجابة هي صفر ما أعرف إيش سميت لي إياها فتشي هذا شنو. لا دكتورة واحد برومو واحد واحد داي مثل إيثان. غلط أي يعني أي يس دكتورة بس هي بس هي تيرشري بيوتل أنتوا لو تباعوها هي تيرشري بيوتل يعني هي سي وبها سي اتش 3 سي اتش 3 سي اتش 3 داير حبل هاي إحنا سميناها المجموعة تيرشري دكتورة بس أقدر أسميها إنه داي مثل وإيثان هاي يعني تسمية الأيوباك عادي تقبلها. إيه زين يعني صحيح. أي دكتورة دقيقة هنشوف هاي شنو قصة هلا. شوية النت عندي دا يأخرني لا حد يكتب على الصبورة. هاي المجموعة ايش سميناها احنا؟ مو سميناها تيرشري بيوتل؟ نعم دكتور. زين وحطينا هيجي زجزاج احنا مو قلنا هذه تيرشري بيوتل وحطينا زجزاج هاي بهالي ذات الالكيل حيل ايش قد قديم الموضوع ايش قد عتيق نسيناه. لا ما تنسوا دكتوره نسيناه لا ما تنسوا. زين
هذا تيرشري بيوتيل وحطينا زقزاق يعني متصل بمجموعة. هاي المجموعة حالياً بهذا موضوعنا هي الأكس اللي هي هاليد الألكيل. زين؟ هذه هي المجموعة هي أكس هي هاليد الألكيل فهو تيرشري بيوتيل وبرومايد. هذا المركب يسموه تيرشري بيوتيل برومايد. فاني البونص ما راح أعطيك درجة يا عبد الواحد، مو اسمك؟ عبد الواحد شنو؟ نعم دكتورة. عبد الواحد عبد الهادي ما أدري قريت فتشي. لا عبد الواحد علي. عبد الواحد علي عبد الواحد أجين مو؟ أي نعم دكتورة بس. أعطيك بوينت فايف. أي صحيح الأيو باك بس هي عادة عادة إحنا تيرشري بيوتيل مو إحنا قلنا الأيو باك قبلت هاي التسمية. أنا سميتهن اثنين هنا قلت لك التسمية الأولى والثانية يعني المفروض. ها المفروض أعطيك اثنين. دقيقة انت ايش سميتها؟ اجين عبد الواحد ايش سميتها؟ عيدها. انا اول تسمية سميتها واحد برومو واحد واحد داي مثل ايثان. واحد برومو ايثان اعتبرته ايثان؟ اعتبرت ايثان هاي وذاك مثل واحد مثل مثل يعني دكتورة هي هم لها اسمين. يلا يلا ها هي عبد الواحد سمع نقدر نسميها اثنين برومو اثنين مثل بيوتان هذا بلس وان هذا واحد بونص. نعم دكتور نقدر نسميها اثنين برومو اثنين مثل البروبان لو ما يصير هي باوة عبد الواحد اثنين مثل بروبان هي اذا ناخذ السلسلة الام هي الاطول فهي بروبان. هذا منو اللي جاوب؟ امير نوري. فأمير نوري إلى البونص الثاني لأنه عبد الواحد قال هي واحد واحد مرتين إيثان يعني هي اعتبرها إيثان وبموقع واحد أكو عندنا اثنين واحد واحد داي مثل لا هي إذا نريد نعتبرها فهي بروبان وبموقع اثنين عندنا مثل الأطول دكتور. نعم السلسلة الأطول عافية فراح أنطي النص الثاني أو هو بونص راح أنطي كامل لش اسمه من هو عبد الأمير ما شو اسمه أمير نور صبيح أمير نوري صبيح زين أو حتى اختصارا للبروبان واختصارا للإيثان واختصارا للتعاويض هي مجموعة تشري بيوتيوب كان الله يحب المسلمين. دكتورة بدون زحمة البونص ايش قال عليه؟ واحد درجة واحدة فقط على الكويز مال العملي. زين هذا شو اسمه؟ يودو مثل مثل ايودايد مو ايودو مثل مثل ايودايد. زين هاي هي التسمية مالتنا يعني قواعد التسمية اللي اخذناها بالالكانات نرجع عليها اهو هم راح نرجع عليها اي نعم نرجع عليها ياهو السلسلة الأطول وياهو المدري شنو والقاعدة رقم خمسة شو تقول وهذا الحكي اللي حكته الدكتورة ودوختنا به نرجع عليه. نعم 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 ترجعون عليه زين لأن العضوية هي مرتبطة شيبش. أنواع أخرى عندنا من الهاليدات الألكيل اللي هي بها تعويضين مجموعتين هاليد ألكيل على نفس الكربون يسموه جيمينال داي هاليد عدة ذرتين هالوجين on the same carbon. Okay. Geminal dibromide. من تقول لي جيم؟ جيم يعني متجاورة. يعني مو متجاورة وإنما على نفس الذرة. مو متجاورة. من تقول لي vicinal dihalide عدة هالوجينات adjacent carbon atoms. متجاورة. يعني هاي ذرة كربون. هاي ذرة كربون. كل وحدة شايلة هالوجين. زين هذا يسموه vicinal dichloride. زين. مثلا اذا كان هذا مجموعه بروبل CH3 CH CH CH3 زين وهنا عندي H ب H خلينا نقول اوكي فهذا شو اسميه لحظه خل ارسم لكم اياه ثواني حتى ابدا هذا لانه وين الصبوره شويه صعبه مثلا هي قلنا شنو
هنا كلور هنا كلور. هاي واحدة اثنين ثلاثة أربعة، فهو بيوتان بيسكلي، هو بيوتان تمام. رقم اثنين عندي كلورو وبرقم ثلاثة عندي كلورو، فش أقول؟ اثنين ثلاثة داي كلورو، داي كلورو، اثنين ثلاثة داي كلورو، ثلاثة داي داي كلورو سايكلو بنتان. يا سايكلو سايكلو وين؟ بيوتان بس بيوتان. قبلتوني بالسايكلو، نصكم مجاوبين سايكلو بالنص بالمد، ما ادري ما اني اصلا سايكلو الكان ما جبت عليه ولا سؤال للعلم، ولا سؤال ولا فرع بالاسي دا احكي. كاتبي لي سايكلو وراسمي لي حلقات، ما ادري خايطين مخربطين فتشي فتشي، ما ادري ايش جاكم، ليش هيك مو زينين بالمد؟ ما ادري، خلينا نشوف هسه الام سي كيو، انا مو انا اللي صلحت الماكينه صلحت، بس الاسي كارثه. 2 3 دايكلورو بيوتان، منين سايكلو جبتوا سايكلو؟ جيبون دكتوره والله الاسئله ابد ما يعني ابد ما متوقعه هي تجي، والله صعبه. يلا يلا مو صعبه على قد الشرح، احنا تعبنا وياكم بالشرح انا والدكتوره، لو ما تعبنا زين حتى تركزون من احاكيكم بالمحاضره، عبالكم انا شاقه وياكم، عبالكم شقة الموضوع مو شقة. preparation of alkyl halide ما علينا هسه، هسه نبدأ قول محمد عندنا مو الأربع ذرات كاربون يعني بيوتان مو؟ اي صح اي، وعندنا ارتباطات مرتبط بالكيل مو؟ الكيل جروب، إذا ارتبط بالكيل جروب ويعتبر مثلا عندي الشيء إذا أنطان ارتبط بميثل داي ميثل تعتبر أثيل؟ لا هو أوكي كامل يعتبر بيوتل. لا أنا مو هذا. على يعني على هذا القبلة اللي بالسلايد موجود. هذا؟ لا الله هذا اللي من الصف النايسر. هذا؟ إيه. شبيه هذا هسر هسه أنا رسمته هذا. إيه. إذا عوضناها بمثل. اها بالضبط المقابيل السي او عندي من ايه بالضبط ايه هذه هي دقيقه لحظه هسه يكون داي مثل مو هم يعني اثنين ثلاثه داي كلورو اثنين ثلاثه داي مثل مثل بيوتان اها اي هيك مو انا عبالي كنت تشرحين على هذاك اي زين هسه احنا ياهو نحط اثنين ثلاثة داي مثل اول لو اثنين ثلاثة داي كلورو داي كلورو داي كلورو دكتور عافية ليش على مود السي اها عافية كل الزين كل الزين ممتاز بديتو اثنين ثلاثة داي كلورو اثنين ثلاثة داي مثل بيوتان دكتورة نعم الفيسينال والجيمينال هم نذكرها بالتسمية لو لا لا ها بس انا بس يعني بس بس بالشرح تمام. بس بالشرح ثواني هلا ست اماني صباح الخير هلا حبيبتي اعتذر عندي محاضرة انا قبالش بالغرفة شوية لا اخلص دكتورة هدى عدها مناقشة وقولي لها دكتورة هبة عدها محاضرة بالعشرة ونص تخلص لو سمحتي حبيبتي شكرا هلا وعين مع السلامة عذرا طلاب زين لا هاي جيمينال وفيسينال ما ذكروها لكن هي بس مجرد يعني مفهوم لكم زين preparation هسه نجي على part of preparation numerous way to make alkyl halides أولاً free radical halogenation اللي جبت لكم إياه بالامتحان هم خربطوا به مثلاً عندكم ألكان من يتفاعل ويا كلورين بوجود اليوفي لايت إحنا مو شرحنا أكو جين مجاوبين وأكو لا مخربطين هذا الموضوع
ينطي اكثر من يعني من تعويض CH3 CH2 CH2 CL يعني يعطي شلون نقول ينطي مالتي يعني يوجوالي هاي الطريقه gives mixture of mono di tri etc من الهالوجينيتد كومباوندز يعني ينطيني ميكستشر خليط من النواتج وليس ناتج واحد بيور which is considered an inefficient method for synthesis of direct desired compound يعني أنا ما ينطيني المركب اللي أريده نقي زين وإنما ينطيني المركب شو اسمه خليط ميكستشر يعني تعويض أول مرة هنا بعدين يكون التعويض هنا ها شنو شو هذا مخربط ال ثواني هسه اذا هاي اعطيكم اياها هسه شوف هذا شوفوا ينطيني خليط من المركبات هسه عدله وادزكم اياه هناك عندنا يا اما الكلور تجي هنا بالمثل تتعوض يا اما تجي هنا ثاني ذره كربون يا اما تعويضين يصير CHCl2 او CCl2 او CHCl3 او CCl3 مثلا يعني and others انتم شو ما تعوضوها عوضوها لربما مثلا تعويض يجي CH2Cl وهنا أيضا CH2Cl هواية هواية خليط من المركبات لأنه شنو هو يعني راديو أكتف هذا إذا تذكرون الميكانيكية مالته اللي شرحناها بالألكانات أهو هم رجعتنا على الألكانات إيه أرجعكم على الألكانات هذا راديو أكتف فالتعويض يكون بأكثر من مكان لربما هاي كلها تتعوض بدل CH3 كلها تصير CCl3 أو CHCl2 أو هنا أو هنا أو كلهن أوكي كل شوية مركبات and others هو مختصرها فهو ما يعني inefficient method for synthesis of desired compound أنا إيش كتبتوا لي يعني حطيت لكم درجة للأمانة بالامتحان إيش كتبتوا لي اللي نعطيني تعويض كتبت له اللي نعطيني أكثر من تعويض أربع مركبات كتبت له صح واللي معوض لياهن كلهن يعني CCl3 مسوي لياهن أيضا نعطيته درجة زين Sometimes if there can be control over the selectivity of halogenation, this useful route. اكو مرات يصير عندنا control على الهالوجينيشن. هسه هذني كلهن CH2s. CH2, 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 CH2. وين راح تتعوض؟ وين راح تقعد الCl؟ هنا، لو هنا، لو هنا، لو كلها، لو اثنيناتهن، لو كلهن. زين؟ إذا اكو control عندي فراح يقعد بجهة معينة. إذا ما عندي control راح يتعوض بأكثر من صفحة. لأن هو كله سايكلوهكسان. ممكن يتعوض هنا وهنا ممكن هنا وهنا زين فهذا 50% عندنا كلورو سايكلوكسان البقيه ميكستشر عندي هذا عليه كنترول ليش دكتوره هذا عليه كنترول اكثر شيء 90% ينطيني تيرشري بيوتيل بروميد ليش راح نجي هسه على موضوع هو راح نشرح هنا اكو شيء اسمه كاربوكاتيون وكاربوانيون ونيوكليوفيل ما أعرف دكتورة بس ما شرحت لكم إياه بالكحولات أنتوا أخذتوا الكحولات يا دكتورة بس ما صح؟ نعم دكتورة خذناها شرحت لكم التيرشري كاربوكاتيون أكثرهم استقرار من السكندري والسكندري أكثر من البرايمري إيه تمام؟ إيه. وقلت لكم ليش التيرشري أكثر استقرار؟ دكتورة لين عنده قابلية أعلى أنه يفقد البروتون واللي هو الهيدروجين اي هذا الهيدروجين فقده واستقر هو تيرشر يعني ثلاث مجاميع معوضة هاي وهاي وهاي بس ليش هو اكثر استقرار كيف شنو من البرانش هو نعم يعني هو لين فقد كل الهيدروجين نعم عيدي هو لين يعني فقد كل الهيدروجين لا ما فقد كل الهيدروجين فقد بس هذه لأن دكتورة ما بقى عنده هيدروجين ممكن يتفاعل ويا
الكي الآخر؟ لا لا لا، ايش بيكم طلاب؟ ليش الكاربوكتين؟ التيرشري اكثر استقرار بس هذا لان يكون محاط بثلاثة ار فيكون صعب انه يتهاجم. هذا هذا هسه مو كاربوكتين، هذا هسه نمسحها. هذا بوزيتيف كاربوكاتيون. ليش مستقر مقارنتين اكثر استقرارا من السكندري؟ هذا سكندري في اثنين ار جروب، اي ار وهاي ار ثانيه، هو سي اتش زين او بوزيتيف فاقد وحده، هذا سكندري. هذا ليش أكثر استقراراً؟ علامة الأكبر إذا تسمو. هذا ليش أكثر استقراراً من هذا؟ وهذا لأنه برانش؟ لأن متفرع. متفرع برانش يعني يقول لك. هذا متفرع بيجمس الجروب. هاي وحدة. هاي اثنين. وهاي ثلاثة. بينما هذا واحدة اثنين. هذني شبيهن. هذني دافعة. مجموعة دافعة بعد السهم بالحث تدفع الكتروناتها باتجاه كربون. شوفوا هاي تدفع ثلاث مجاميع تدفع بالحث، فهاي الشحنة الموجبة راح تتوزع على ثلاث مجاميع. هاي بها ثلاث اتشات، وهاي بها ثلاث اتشات مثل، وهاي بها سي اتش 3 ثلاث اتشات، يعني تسعة اتش جروب. زين تسعة اتش ذرات هيدروجين، عفوا مو تسعة اتش جروب. هذه بيها مثلا نفس الضيله، هاي مثل وهاي مثل، هاي ايضا بيها مجاميع دافعه بس وحده دافعه بالحث، هاي ثلاثه، فهاي الشحنه راح تتوزع على ثلاثه، هاي الشحنه تتوزع فقط على اثنين، فهذا راح يستقر. فلذلك تفاعله يكون التيرشري، يعني يعطيني 90% تيرشري، يعني هنا التعويض يصير لانه هذا كاربوكاتيون تيرشري كاربوكاتيون. زين هسه نجي لي قدام يعني اكثر اشرح لكم عليها، بس هي هاي طريقه تحضيرها، طريقه تحضيرها نفس طريقه تحضير الالكانات. أليليك برومينيشن، شنو أليليك؟ انا عندي الكين، الأليليك يعني معناته ذرتين كربون، يعني عندي الكين، عندي سي سي دبل بوند المجاوره إلها، هاي المجاورة إلها، المجموعة المجاورة إلها سواء هاي سواء هاي، يسموها أليليك، أليليك هيدروجين. فالبرومينيشن of the cyclohexene produce high yield of 3 برومو cyclohexene. ليش ثلاثة؟ هذا واحد اثنين، هاي ثلاثة بالنسبة للألكين. إحنا مو قلنا الألكين هو إلى الأولوية بالتسمية؟ أهو هم رجعتنا، إيه أرجعكم أرجعكم، مو نسينا دكتورة، ماكو نسيتو، كل اللي أخذناه ظلون السل تحتاجو، لأنه بالفاينل راح تجي الأسئلة كلها من الجلد للجلد. زين وأنتوا راح تحتاجون هم، يعني نرجع على القواعد اللي تعبنا بيها وبنيناها على الأساس، إحنا نرجع على الأساس مالتنا، الأساس مالتنا سليم ننطلق. فهذا مو قلنا واحد اثنين بالألكين، هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين. زين هذا بالنسبة إلى رقم ثلاثة، فهذا المركب اسمه ثلاثة برومو سايكلوهيكسين. فمن يتفاعل الألكين يعني الهاليد BR2 مع بوجود اليوفي لايت ألترا فايولت يعني أشعة فوق بنفسجية مع هذا، راح يكون لي التعويض يصير هنا، سواء هنا أو سواء هنا، هو كله ثلاثة ترى، كله رقم ثلاثة. أوكي وأحصل على HBR 80% من عنده يطلع من هذا الناتج اللي هو الأليليك برومينيشن. زين عن أليليك هيدروجين has been substituted for bromine. زين ليش دكتورة؟ هاي هي الميكانيكية، برومان أتوم تأخذ عن أليليك هيدروجين تجي تقتنصها because the allylic radicals is resonance stabilized. زين ليش التعويض دكتورة يجي هنا؟ يعني قتلتينا قتل، قلتينا رقم ثلاثة، هذا منا وهذا منا، يا بل ليش رقم ثلاثة؟ خو رقم أربعة،
خ رقم 5. يعني ليش رقم 3؟ ليش؟ لأنه رقم 3 هو الأصل، يعني هي الذرتين المجاورة للدبل بوند، هاي أو هذه the same. زين، هي مجاورة للدبل بوند. من يقتنص هذا؟ أنا عندي مو تفاعل، قلنا free radical reaction الميكانيكية، نرجع عليها قديمة شلون نشطر هذا بالinitiation، بعدين propagation، بعدين termination. بالinitiation تكون عندي UV شطرة، UV light شطر BRBR. أنا عندي أصرة BRBR شطرها خلف لي راديو اكتف، هذا فري راديكال. هذا الفري راديكال اجى اقتنص الكترون واحد فقط، باع السهم، تك سهم، مو سهمين، تك سهم، اجى اخذ هاي الاتش، طمع بيها، طمعان يريد يستقر، هو جوعان، زين، جوعان يريد يستقر، اخذ هاي الاتش اقتنصها. هذه صارت راديكال لان هي مو اصرة كاملة، مو مزدوجة الكتروني، وانما تك الكترون، only single one، زين، بس واحد، فخلف لي واحد. هذا الواحد النوب هو بدوره صار راديو اكتف، هذا الدور هو صار راديو اكتف، فعلي من حيهاجم؟ يهاجم انذر بي ار 2 كومباوند، منا الكترون على الكترون صار اتش بي ار، الدور هذا صار شنو؟ راديكال. وهكذا هذا المن راح يهاجم، راح يهاجم جزيئه اخرى من هذا. زين، ده يقول لك ليش ايش معنى بمكان ثلاثة اللي يصير المهاجمة؟ لأنه مكان ثلاثة هو أكثر الأماكن استقراراً بالرنين، بالريزونانس. أنتوا يعني مشروح لكم الريزونانس؟ دكتورة بس ما تطرقت إلى الرنين؟ لا دكتورة، بس إحنا بالإعدادية خدنا. زين، الرنين هو عبارة الرنين بصورة يعني بفكرة يعني إن جنرال هو عملية بروسيس لي يعني تدور بيها الالكترونات، تتحرك من مكانها حتى تنطيني ستركتشر وسطي اكثر استقرار. يعني اذا كان المركب مستقر بالرنين، طبعا هذا بعد الفقدان، ورا ما يفقد فتشي، يفقد يا اما بير اوف الكترونز او سنجل الكترون بهاي الحاله. زين، بهاي الحاله هو اخذ فقط فقد سنجل اوف الكترون فيستقر. هذا يجي هنا يعني هذا منه شلون اسمكم فوق انا لو عندي صبوره انا هسه لو عندي صبوره ودم ولحم اشرح لكم مو كان احسن لي منها شلعان قلب هذا عيني. هسه أنا إيش عندي؟ عندي هاي حلقة بنزين، مو بنزين، سوري، سايكلو زين. وعندي شنو؟ عندي آصرة مزدوجة هنا، صحيح؟ لا سوري، هنا سدوا المايك، أكو عصافير تزقزق، هي حلوة حديقتكم بالعافية، بس اكو عصافير زعجتني. زين، اكو احد فاتح المايك يا شباب؟ منو فاتح المايك؟ محمد عبد الله؟ لا والله حرام دكتوره، حديقه شنو؟ حتى شمس تسطر سطر، تسطر سطر، الله يساعدكم. بالموصل؟ انت مو بالموصل. انا بالموصل بس. بس انت العشاء راح تجي الثلاثاء. الخميس. انت تداوم شو اسمه؟ انا جروب. يعني هذه جروبات، جروب الخميس. هنا انت تداوم هناك عملي؟ لا. تداوم السي... قالوا كل من يرجع الجامعة تسوون هنا؟ هذا هنا وينه؟ هذا الكترون هنا. تمام، هنا أنا عندي هذا الالكترون راح ياخذ البي ار تكسهم، يعني
إذا أعجبك لأن تدل على عدم اهتمام شخص. أكو شخص فاتح مايك جهال زين، هذا من ناتك سهم ومن ناتك سهم صارت قاصرة، هذا استك سهم الثاني راح يروح. فأني عندي resonance structure يعني هذا لازم بين التراكيب الرنينية أخلي لها سهمين يعني رايح جاي، يعني هذا الشكل هو يروح ويجي. فش تصير هذه من راحت، هذه القاصرة راح تنفتح، هاي القاصرة بدورها هذا مورتك سهم راح من ناتك الكترون، هذا مننا الواحد. فشي يصير عندي هذا الالكترون اجى قعد هنا، الالكترون اجى قعد هنا، وهاي القاصره جت افترت صارت هنا زين. وهذني اتش، هذا اتش سوري اتش باتش باتش زين، هذا اتش باتش. انا ما عندي ماوس ذا ارسم بصابيعي، ما جبت الماوس وياي. دكتور ما تقدر تطلع سلايد مال هذا الفري راديكال مال رياكشن ويا الهالوجينات والالكان؟ فهذا دقيقة، هذا أخليه بين قوسين، أي تركيب رنيني، أي تركيب رنيني، هذا مو سنجل إلكترون إجا تحرك هنا، وهذا انفتحت القاصرة الدبل بوند جت هنا، فوين الإلكترون إجا صار هنا، هذا بدوره هسه هذا بدوره الإلكترون، رح يجي شنو؟ هذا يفتح يجي هنا، وهذا يجي هنا، ترجع القاصرة وهذا ايضا ينفتح يجي هنا، كله على نصهم نصهم، هذا التركيب الرنيني يظل رايح جاي رايح جاي. فلذلك السهم ذو رأسين رايح جاي، هذا يعني مو لا هو هذا ولا هو هذا، هو ان بتوين بين الاثنين. فلذلك الرنين بالكيمياء العضوية او الريزونانس هو ينطي استقرارية للمركبات اللي فاقدة الكتروناتها، فاقدة يا اما سنجل الكترون يا اما دبل الكترون، فينطي استقرارية يظل رايح جاي رايح جاي. فهذا المركب بالرنين مستقر، فلذلك التعويض يكون من الجهة رقم ثلاثة. أوكي، فلذلك التعويض يكون من الجهة رقم ثلاثة سواء منا أو منا، المهم بس إحنا ثبتناها خلنا نقول منا زين. فهذا الإلكترون يظل رايح بين هاي الأصرتين، مرة يجي هنا مرة يصير هنا، مرة يجي هنا مرة يصير هنا، هذا السنجل إلكترون. فلذلك هذا التركيب هو الأكثر استقرارا، ولذلك التعويض يكون بالمنطقة رقم ثلاثة، لأنه البرومين أتوم the bromine atom abstract an allylic hydrogen because the allylic radical is resonance stabilized. أوكي okay؟ نعم محمد قل لي ما تقدرين ترسمين شنو؟ لا دكتورة أبغى أنت توضحين على طريقة يعني كالراديكال مني هو الراديكال أنا هنا أنا رسمته مين يعني ستقولوا لي هاي شنو هاي الالكترون ليش هيك راحوا ليش هيك هذا مارلين راحوا نفس اللي يحدث بالبنزين اها هاي اللي يحدث بالبنزين عافيه جديد. وبالنتيجه راح نرسم دائره من الالكترونات غمامه الكترونيه تشمل الكول. اوكي بينما هنا انا ما عندي بنزين، انا عندي سايكلو الكين سايكلو هيكسين، ما عندي الكين بس استل عندي دبل بوند زين عيني زين. نرجع على موضوعنا. زين. A common reagent for this allylic bromination is n-bromosuccinamide because it is occasionally generates a small amount of Br2 through the reaction. أفول هذا. أفول. Other method for preparation. يعني مو عندي double bond. وعدي تريبل بوند، فممكن انه اني الالكين يتفاعل مع هاليد الكين مع حامض سوري HCl HBr الالكين
يتفاعل مع حامض. اكو زقزقت عصافير ضوجتني، منو فاتح المايك؟ طلاب شلون بيكم؟ تالي هسه شلون؟ هاي واحد فاتحة ورايح، إلا أنا أقصد. عندي ألكين يتفاعل مع حامض ينطيني هاليد ألكين. إذا الدبل بوند تفاعلت مع CL2 BR2 هو الهالوجين بصحيته ينطيني تعويضين XX. إذا التربل بولين هذا مول واحد، هنا أنا مولين، راح ينطيني تعويضين XX. زين هسه تقولوا لي دكتور ليش ما جتي الاكس هنا وحدين؟ هنا اذا عندي الكين تفاعل مع مولين من الاكس راح تجي هنا مع مولين من الاكس يتحضر من الكحول ايضا، الكحول ويا الحامض ينطيني هاليد الكين. زين كحول مع حامض ينطيني هاليد الكيل، واذا اني اصلا عندي هاليد الكيل ارد استبدله بالكيل اخر ايضا اقدر. هسه اجي شلون؟ اذا فلورين او ايودين اني عاده استخدم هاليد الكيل اللي هو كلورايد، اذا ارد استبدله بفلورين لانه كلش رياكتيف كلش فيجرس يعني تفاعل كلش شرس وما اسيطر عليه، فما احضره بالمباشر وانما احضر يعني افاعل هاليد الكيل مع هلايد اخر يتحول يعني من يبدل يسوي سويتش بدل الكلور يصير فلور. هسه نجي نشوف، هسه نجي على تفاعلاتها، تفاعلات الهاليدات الالكيل. هسه عرفنا طرق تحضيرها، نجي على تفاعلاتها. ذا الكيل هلايد ار كيميكالي فيرساتايل، يعني مركبات متنوعه. هاليد ايون which is stable اللي هو هاليد الكيل stable. الهاليد is called a good leaving group، يعني هاليدات الالكيل تتفاعل وتفقد ذرة الهالوجين مع الزوج الالكتروني مالتها حتى تنطيني هاليد good leaving group. if an atom replaces a halide, the overall reaction is a substitution reaction. If the halide overall reaction is more elimination. يعني تفاعلات هاليدات الالكيل، عيني طلاب، تفاعلات هاليدات الالكيل من تتفاعل مع المواد سواء كحول، تتفاعل مع امين، تتفاعل مع مواد اخرى اللي هي هذه، راح تدخل ضمن ميكانيكيتين. ساراويكم المواقف اللي تتفاعل وياها اللي هي هاي. هاليد الالكيل يتفاعل مع هالوجين اصلا، زين؟ حتى يبدله. يعني مثلا بدل ار سي ال يصير ار اي. زين؟ النتيجة هي يعني هاليد الكيل. هاليد الالكيل يتفاعل مع او اتش حتى ينطيني كحول. هاليد الالكيل يتفاعل مع ار او ينطيني ايثر. هاليد الالكيل يتفاعل مع اتش اس ينطيني ثايول. يتفاعل ويا الامونيا ينطيني امين. يتفاعل ويا الازايد ينطيني ازايد. يتفاعل ويا الالكاين ينطيني ار الكاين. زين؟ ينطيني الكاين. يتفاعل ويا السي ان ينطيني نترايل. يتفاعل ويا ار سي او ماينس ينطيني استر. وهكذا هواية تفاعلاته. فهاليد الالكيل اثناء تفاعله راح يسلك سلوكين ميكانيكيتين راح تاثر عليه.
اللي هي الإليمينيشن أو السبستيتيوشن. إذا أكو ذرة بدلت بدل ذرة فهو راح يصير تفاعل تعويض، مثل إيش؟ هاليد الألكيل راح يتفاعل ويا الهالايد. طلعت السي ال قعدت بمكان هاي فهو تفاعل تعويض. اذا الاو اتش صار عندي كحول فهذا تفاعل تعويض، زين، فلذلك يسموه سبستيتيوشن. اما اذا كان زين، اذا ليش تفاعل سبستيتيوشن؟ لانه الهاليد هو جود ليفنج جروب بصوره عامه، الهالايد هو جود ليفنج جروب يعني مجموعه مغادره جيدة، فتطلع بسهولة تدخل بدالها الـ OH تحول هاليد الألكيل إلى كحول، وهذا يسموه تفاعل تعويض. هسه نجي على تفاصيله. أما إذا دخل هاليد الألكيل بميكانيكية بحيث انحفت من عنده مجموعة أخرى another atom، هذا يسموه تفاعل حذف elimination، وبي نوعين E1 و E2، وكذلك التعويض الاولي سبستيتيوشن بي اس ان 1 واس ان 2. هسه نجي نشرح شلون يعني. Very often the other atom lost is hydrogen، هذا يعني عاده تنفق ذره هيدروجين. The elimination of HX is common and is called dehydrohalogenation. هسه نجي نشوف شلون. Often substitution and elimination reaction will occur in hymeno. سد المايكات طلاب، شجاكم صدق كذب صدق كذب. Often substitution and elimination reaction will occur in competition with each other، يعني تحصل together سوية competition. هسه نجي نشوف شلون. عين مثلا انا عندي هاليد الكيل، هاي مجموعه هاليد الكيل تتفاعل ويا نيوكليوفيل اللي هو او اتش مثلا عندي، فده تستبدل مجموعه الهاليد تطلع يدخل مكان هاي او اتش. هنفترض انه النيوكليوفيل هو او اتش، فالنيوكليوفيل displaces the leaving group، هذا يعتبر مجموعه مغادره good leaving group. راح ياخذ يطلع هو وشوالاته ياخذ الكترونات او غراضه ويشيل، يطلع من بيتهم يشيل، يزعل بس ياخذ كل الاثاث ما يبقي ولا شيء، زين. يعتبر مجموعه مغادره جيده الهالايد. منو يجي النزل الجديد، المستاجر الجديد، هو الكتروناته هو وغراضه واثاثه والبوفيات والقنفات، يجي يقعد شايلهن هو اصلا اوريدي، يجي يقعد بدال هذا. هذا يطلع هو أثاثة، هذا يجي يقعد هو أثاثة. The nucleophile displaces the leaving group X from the carbon atom by using its lone pair، يستخدم اللون pair to form a new bond to the carbon atom. يعني هذا الأثاث مالته هو وغراضة هو اللون pair، هو اللي يجي يقعد بدال هذا، لأن يعني هذا راح ياخذ هذا ويطلع، زين. الX راح ياخذ هذا الخط، راح ياخذ الخط هذا عباره عن مزدوج الكتروني، راح يقلع ياخذه ويمشي، زين. هذا راح يجي هو اصلا هو اثاثه، فراح يجي يكون له خط، راح يكون له آصره، زين. بينما تفاعلات الحذف هي عباره عن نيو باي بوند، راح تتكون لي باي بوند جديده، از فورمد باي اليمينيشن اوف هالايد ايون and another atom usually hydrogen. يعني هذا اذا طلع هو الكتروناته، هذا يشيل كل حال من الاحوال، ياخذ غراضه ما يعوف ولا شيء، لان هو جشع بخيل غريدي ما يعوف، فياخذ الكتروناته. مين تجي الالكترونات المزدوج الالكتروني؟ راح هذه الاصره تصير هنا، تنفك تصير هنا. يعني أنا عندي هاي كربون وهاي كربون، زين، هذا إكس وهذا شنو؟ إتش، وهذا أني آر 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 آر،
هذا راح ياخذ الكتروناته ويطلع يشيل. زين يطلع هذا سهم شال. هذا هذا راح ياخذ هذا هذا راح ياخذ الهيدروجين ويطلع. زين هاي الالكترونات تجي وين تصير؟ تجي تنزل هنا. فشي يصير عندي؟ يصير عندي سي دبل بوند سي وهذه الار اللي هي هاي وهاي وهاي الار العتيقات هذني هاي وهاي. اوكي هذا راح ياخذ هذا ويزعل فيصير اتش اكس حامض اتش سي ال اتش فلورايد اتش اي. زين هذا انا اذا عندي شو اسمه بيس قاعده قاعده راح تجي تاخذ هذا الاتش وهذا راح ياخذ الالكترونات ويطلع. بي راح ياخذ الاتش بيس هو اللي راح ياخذ الاتش. عندي قاعدة هاجم هي اللي راح تاخذ الاتش مو هذا الاتش. عندي مزدوج الكتروني قاعدة الاتش تبت نصها سيطر عليها هذه الأسرة هذا يطلع هو مزدوجات يزعل. زين هاي القاعدة اللي تأخذ ال H هاي الأسرة تجي تنزل هنا هاي الأسرة المزدوجة هذا يصير عندي BH وهذا X هو الإلكتروناته هو النيجاتيف تشارج مالته. عندنا زين هسه انتم هذا قلنا القاعده معظم النيوكليوفيل كان اولسو تشتغل كقواعد. زين وهذا يعتمد على الهاليد الالكيل ويعتمد على الرياكشن كونديشن. مثلا اذا اني راح ابدي احكي على تفاعل السبستيتيوشن هاليد الكيل دا يتفاعل مع ماده معينه ودا يصير عندي تفاعل بالتفاعل الميكانيكي مال التفاعل دا يصير عندي سبستيتيوشن. اكو نوعيتين SN1 و SN2 رح نبدي نشرح الـ SN2 شنو يعني. الـ SN2 يعني Substitution Nucleophilic by Molecular. الـ SN2 هذا معناته يعني من يتفاعل عندي هاليد الالكيل consider the reaction of hydroxide ion with methyl iodide حتى يعطيني ميثانول. انا عندي هاليد الكيل اللي هو مثل ايودايد وعندي دا يتفاعل هيدروكسيد مثلا NaOH عندي قاعده بالمحيط محيط التفاعل فهذا مليان شحنه الكترونيه. هذا النيوكليوفيل مالتي بمزدوجين الكترونيه شحنه سالبه وين دا يهاجم عندي؟ دا يهاجم على ذره الكربون اللي هي اوريدي قلنا بارشيالي بوزيتيف. ليش قلنا بارشيالي بوزيتيف والايودين بارشيال نيجاتيف؟ لانه حسب الالكترونيجاتيفيتي الالكترونيجاتيفيتي ما ذرات الهالوجين هي عاليه فتسحب الكثافه الالكترونيه عليها فتشوفون هاي العلامه مثل السيجما هي بارشيالي نيجاتيف
وهذه العلامة يرسموها مثل السيجما اللاتينية هي partially positive، فهذا نسبياً جزئياً هو partial، مو كلياً، مو كلياً وإنما جزئياً، هو شوية جوعان مو هواية. زين هذا يجي بكثافة إلكترونية عالية، وين يهاجم؟ راح يهاجم على ذرة الكربون. إيش ينطيني؟ راح ينطيني بس الأسهم عندكم متخربطة. إيش راح ينطيني بالسهم؟ راح ينطيني بالترانزيشن ستيت اثنينات مرتبطات بالمثل، الهالوجين والهيدروكسيد، اثنيناتها مرتبطة بمجموعة المثل كله موجب. هذا فوق السهم أخلي قوس كبير، كليته أخلي عليه إشارة موجبة، لأن هذا كليته صار يعني مشحون بشحنة موجبة. هذه راح تطلع، هذه بدأت تقترب تتصل، هذه بدأت تطلع، تطلع راح يتكون لي الميثانول زائدا الآي ماينس. زين زائدا الآي ماينس، لنفترض انه هذا NaOH، لنفترض انه NaOH، فهذا يصير لي NaI. زين صوديوم أيودايد ملح يترسب. Again أنا عندي قلنا هاليدات الألكيل تدخل تفاعلات هواية، واحدة من تفاعلات هاليدات الألكيل تتفاعل مع نيوكليوفيلات، يعني قواعد. زين النيوكليوفيل عندي بهاي الحالة مثلا صوديوم هيدروكسيد، فعندي هيدروكسيد بالمحلول. زين فهذا الهيدروكسيد اللي بالمحلول راح يهاجم مجموعات المثل مال المثل أيودايد اللي هي أساساً مشحونة بشحنة جزئية موجبة. ليش مشحونة بشحنة جزئية موجبة دكتورة؟ لأنه الأيودايد إله قدرة إلكترونيجاتيفيتي عالية، يسحب الكثافة الإلكترونية إله، طماع، فمشحون بشحنة جزئية سالبة. فمن يجي هذا يهاجم الموجب، هذا مليان يدلق على الفاضي قلت المصريين، راح يرتبط بي. زين هذه المثل جروب راح ترتبط من الطرفين، هاي يسموها ترانزيشن ستيت، هاي حالة انتقالية، هذا ليس مركب معزول وإنما ميكانيكية التفاعل. المركب المعزول النقي اللي أقدر أنقيه وأحصل عليه هو هذا، بس هذا خلال التفاعل يبدي هذا يرتبط، هذا يبدي يطلع. أوكي أخلي قوسين كبار وإشارة سهم يعني إشارة موجبة على كل القوس الكبير، شوي شوي هذا يبدي يطلع ينفصل من التفاعل زائدا الميثانول، بدل المثل أيودايد حضرت ميثانول. أوكي the hydroxide ion is a good nucleophile since the oxygen atom has a negative charge and a pair of unshared electrons، عدها شحنة سالبة وعدها مزدوجين الكترونيين. The carbon atom is electrophile. ليش؟ Since it is bond to more electronegative halogen. هذا الهالوجين هو more electronegative من الكربون. Which pulls electron density away from the carbon. تسحب الكثافة الإلكترونية من الكربون، وهكذا polarizing the bond with carbon bearing partial positive charge. يرح الهاي البوند تصير polarized مستقطبة، والكربون يحمل partial positive charge and the halogen bearing partial negative charge. The nucleophile is attracted to the electrophile by electrostatic charge. النيوكليوفيل ينجذب نحو الالكتروفيل by electrostatic charge. The nucleophile attacks the electrophile. هذا النيوكليوفيل attack electrophile carbon through donation of two electrons. رح يمنحها الكترونين ورح يكون هذا الخط اللي هو آصرة جديدة. هذا هو SN2. ليش يسموه SN2؟ لأنه هو اختصار ل substitution nucleophilic bimolecular. يعني شنو bimolecular؟ يعني ثنائي جزيئة، يعني جزيئتين أدت
يعني قصدي يقصد انه الميكانيكيه 2 ان 1 يعني اثنينات قبل كونوا لي هذا البرودكت. يعني انا ما عندي مركب وسطي يعني معزول او كاربوكاتيون معزول او مركب وسطي اكثر استقرارا بالرنين، لا ما عندي 2 ان 1 فلذلك يسموه SN2 2 ان 1 يعني مركبين في تفاعل واحد لذلك يسموه substitution nucleophilic by molecular substitution S N هي nucleophilic 2 هي by molecular فاختصارا يسموه SN2. واضح طلاب؟ هسه نجي بعد نشرح الحكي اللي قدام. The nucleophile is attracted to the electrophile by electrostatic charge. The nucleophile attacked through هاي حكينا carbon can only have a maximum of 8 valence electrons. So as the carbon nucleophile bond is forming, then the carbon leaving group bond must be breaking. مع طول تكونت عندي أصغر جديدة لازم تنكسر القديمة. فالهالوجينات هي good leaving group. Iodide is the leaving group بهاي الحالة. Since it's leave with pair of electrons that once bond it to carbon. كانت مرتبطة بالكربون. هي غادرت. The reaction is said to be considered taking place in a single step. خطوة واحدة فقط. With the new bond forming as the old bond breaking. هاي من تنفصل ال old bond ديش تتكون. فلذلك single step the transition state is a point of highest energy, not an intermediate. هذه شو اسمه؟ هذا قلنا خطوة واحدة يعني هذا قبل تحول إلى هذا. هذا اللي مثل أيودايد قبل تحول إلى ميثانول بخطوة واحدة. Single step. من تكونت العاصرة الجديدة انفصلت القديمة. ولذلك سموه SN2. هسه انا هنا انا مكبرت لكم اياه شنو هاي الميكانيكيه انا كبرتها. هذا الرياكشن كوردينيت او تقدم التفاعل وهاي القاقل. انا بديت بمثل ايودايد هاجم عندي هذا النيوكليوفيل شو تكونت لي الترانزيشن ستيت اللي هي ذات مستوي طاقي اعلى. زين أنا بديت بمركب بمستوى طاقة معين تكونت عندي الترانزيشن ستيت اللي هي طاقتها أعلى. الحالة الانتقالية هي طاقتها أعلى من الرياكتنت وأعلى من البرودكت. البرودكت حتى يتكون لازم تكون طاقته أقل من الرياكتنت حتى يدفع التفاعل باتجاه اليمين حتى يستمر التفاعل بالتقادم. لازم البرودكت تكون طاقته اقل فلذلك هو راسم هذا طاقته هذا الطاقه هذا الطاقه هذا ليفل الطاقه اذا اصعد بالطاقه للاعلى هذا الليفل اعلى من هذا الليفل. فاذا جبت لكم اياه كرسم في الامتحان وقلت لكم ارسموا لي الانرجي ليفل فالمثل ايودايد ك ستارتنج ماتيريال طاقته اعلى من الميثانول كبرودكت وهذا لازم حتى التفاعل يندفع باتجاه اليمين. الترانزيشن ستيت هي اعلاهم طاقه اعلى من المتفاعلات واعلى من النواتج لان هي حاله وسطيه لا هي ستارتنج ولا هي برودكت هي بين الاثنين. هذا بارشيالي نيجاتيف مرتبط وهذا ايضا بارشيالي نيجاتيف هذا كله مشحون شحنه موجبه لازم تخلوا لي هاي القوسين الكبيره. اوكي هذا من عبر مستوى الطاقه قبل دروب صار نزل شنو صار الناتج. Kinetic formation tells us that the rate is doubled when the CH3I is doubled and also double when the OH is doubled. The rate is a first order both of the reactant and therefore يعني سرعة التفاعل سرعة هذا التفاعل تعتمد على تركيز المثل أيودايد وتعتمد على تركيز النيوكليوفيل
لذلك يسموه هو first order. First order يعني إذا زاد تركيز هذا راح يصعد سرعة يعني الريت ما تفاعل راح تصعد. إذا زاد تركيز هذا يعني العلاقة طردية. هاي القلاع لا تدخلون بيها. ذريت هذا ميكانيزم أنا كنزده نسنده ميكانيزم كويس ولا جنب تمين. يقول ذريت أنا ذا ميكانيزم are consistent since they the mechanism requires a collision between the hydroxide ion and methyl iodide. Both species are present in the transition state and the frequency of collision proportional to the concentration of the reactant. يعني هذا اللي يصطدمون مع بعض الـ OH يصطدم. يعني هذه بالتفاعل عندي تصادمات تصير حتى يصير التفاعل. فمن يصطدمون ذولا راح يتكون البرودكت عندي. فنتيجة يعني التفاعل يعتمد على التصادم هذا مع هذا وهذا مع هذا يعني يعتمد على تركيز الاثنين. هاي للاطلاع لا تأخذوها يعني بالحسبان. SN2 substitution nucleophilic bimolecular. Bimolecular means that the transition state involves the collision of two molecules. Bimolecular reaction generally have the second order overall rate equation. Second order, ليش تقول first order؟ Second order. زين. بس SN2 mechanism is a common reaction mechanism and can cover a variety of functional group transformations of alkyl halide. يعني أنا عندي نيوكليوفيل يهاجم الـ RX يطيني R النيوكليوفيل زائداً الـ X minus. النيوكليوفيلات هي شنية عندي؟ هاليد الكيل يتفاعل مع هلايد. ممكن هاليد الكيل يتفاعل مع هلايد، ممكن يتفاعل مع هيدروكسايد، ممكن يتفاعل مع RO، مع HS، كلها حكينا عنها. أوكي؟ فهو second order overall rate equation. second order ما أعرف ماخذيها بالفيزيائية أو لا، يعني يعتمد على تركيز مادتين فهو second order. على العموم هذا مو مهم الكلام، هذا بالفيزيائية هو يكون أهم. زين halogenic exchange reaction are normally used to prepare either iodo or fluoro. هذا الهالوجين اللي exchange reaction either fluoro or iodo حتى أحضر من عنده أما fluoro alkan أو iodo alkan compounds from other halide alkyl اللي هو عادة chloride since direct iodination is too slow. Iodination هو تفاعل بطيء جدا and direct fluorination is too violent تفاعل عنيف جدا. فلذلك أحضر الفلورو alkan من هاليد الكيل مع NAF مثلا حتى تكون لي ملح NaCl أو الKF من هاليد الكيل بيو يعني كلورايد. هذا الكين وهذا الكين وهاليد الكيل. زين هسه نيوكليوفيليك سترينث هاي آخر شيء راح أشرح لكم إياها. زين لحد هنا نتوقف. Nucleophilic strength, the rate of the SN2 reaction strongly depends on the nature of the nucleophile. A good nucleophile gives faster rates than worse nucleophile. هسه شنو اللي يحدد انه هو good low bad؟ Consider methanol and methoxide reacting with methyl iodide. It is found that methoxide reacts about a million times faster in SN2 reactions than methanol. الميثوكسايد يتفاعل مليون مرة أسرع من الميثانول بتفاعلات الـ SN2. Generally,
negatively charged species are much better nucleophiles than long neutral species. صورة عامة النيوكليوفيلات السالبة الشحنة هي أفضل من المتعادلة الشحنة. The two transition states are different energetically. The transition TS يعني transition state. The transition state with methoxide has the negative charge shared over the oxygen atom and the leaving halide. هذا الميثوكسايد لور وهذا الميثانول. شوف الميثانول متشلب هنا، هذا ميثوكسايد CH3O minus متشلب هنا، بينما هذا الميثانول هذا إلى طاقة أعلى، هذا الترانزيشن ستيت مالته أقل، يعني هاي ترانزيشن ستيت طاقتها أقل. معناته شنو؟ إذا كانت هاي الترانزيشن ستيت طاقتها أقل معناته التفاعل أسرع، يعني كل ما قل طاقة الترانزيشن ستيت التفاعل صار أسرع. يعني أنا ما أحتاج طاقة كلش هواية حتى أكون برودكت، لا أحتاج طاقة قليلة. من أحتاج طاقة قليلة يعني التفاعل دا يصير، يعني التفاعل ناجح. لا والله إذا أحتاج طاقة عالية وتعال عاد نطيل التفاعل طاقة وما أدري مني نجيب للطاقة، التفاعل راح يصير صعب إذا الترانزيشن ستيت طاقة عالية. إذا هذا البيك كان عالي بعد بالزايد يجي لي فوق مرسوم البيك أطول لي فوق عالي، زين التفاعل معناته يستهلك طاقة، التفاعل التفاعل مو ناجح ناجحة، زين فتفاعله فاشل. هذا أنجح منه مليون مرة. In the methanol case, there is no negative charge. فعلا ما مشغول negative charge، وإنما هو ميثانول اعتيادي CH3OH. The halide has a partial negative charge and the oxygen has a partial positive charge. This is of higher energy. شوفوا هسه هنا الهالوجين هالايد partial negative charge والأكسجين صار partial positive charge، وهذا الشيء هو اللي يعيق التفاعل، بينما هنا هذا partial negative وهذا أيضا partial negative، فبسهولة يتشلب. هو عنده شحنات كهربائية، عنده وفرة هياته minus CH3O minus، فعنده يقدر يتشلب هنا وهذا يطلع، هذا ما يقدر يتشلب لأن هو أصلا CH3OH. فهاي الO من راح تجي تشلب هنا راح تصير مشحونه شحنه جزئيه موجبه لان اكثر من استيعابها، لانه الاو يرتبط ارتباطين، الاكسجين ارتباطه بالاتش مره وسي اتش 3 هاي اصرتين، من صارت ثلاث اواصر فقد الالكترونات كل شوي صار مشحوب بشحنه الموجبه الجزئيه، فهذا هو اللي يبطئ التفاعل. مستحيل يعني ما يصير، ما اعتقد يصير هذا التفاعل بهالشيء بسهوله. زين راح أوقف وياكم لهنا basicity and nucleophilicity لأن أعتقد أنه صارت كلش هواية معلومات. زين راح نكمل إن شاء الله أنا وياكم بالساعة اللي تجي اليوم الاثنين، صحيح تكون محاضرة ساعة وبعدها ثلاث ساعات إن شاء الله الأسبوع القادم. فأكو أحد عنده سؤال لحد هنا؟ لا بعدكم سؤال؟ دكتورة أبو دكتورة الستايد اللي شرحنا به تفاعلات الأس أن أس أن 2 أحمد عباس يا سلايد شون؟ قبل السلايد اللي شرحنا به أس أن 2 دقيقة مو هذا ولا هذا قبل دكتور ولا هذا بعد دكتورة ولا هذا 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 يا نايس لايك هذا دكتورة مو بعد صار ورانا
دكتور هذا السلايد هذا تعال فوق دكتور فوق هذا فوق ايش بيه هذا اسال سولف يلا ماما وين هذا الطالب احمد عباس جاسم مو هو هذا لو ها بشاب هذا سولف علي مو ولا الطرين شكله دكتوره لما السي اول وداي الكان بعدين يصير الكين اللي نرسمه شكل يعني يصير نكتب سي اتش 2 دبل 1 سي اتش 2 بدال ما شكل عيد سؤالك شلون؟ دكتورة السلايد القبلة عدنا احنا الكان حولناه الى الكين سوينا رسم رسمنا اي يصير نكتب سي اتش 2 دبل نعم دكتورة هذا اي يصير نكتب سي اتش 2 نعم دكتورة يصير نكتب سي اتش 2 دبل سي اتش 2 مو سي اتش 2 ها هذا سي اتش 2 اذا كان هذني اتش 2 اي عادي سي اتش 2 دبل 1 سي اتش 2 عادي هاي شكرا دكتور عفوا يلا بعد منو عنده سؤال لا عفوا دكتوره هذا الشرح بس للفهم هذا انا ما راح اجيب لكم انا راح اجيب لكم ترى تفاعلات اجيب لكم ميكانيكيات ما اريد هذا الحكي هذا الحكي لكم تقروه حتى تفهمون المضمون ابد ما بيها حفظ العضويه كلها متفاعلات ما عندي حكي يعني ما عندي سوالف الا اللهم بس التشابتر الاول الانترودكشن تذكرون من اول ما بدينا بالعضويه بهذا يعني قبل الالكان الا ذاك كان يعني بشويه بي حكي اريده الباقي كله لكم يعني حتى تفهمون بعد نعم دكتوره بس سؤال اذا ما صار زحمه يقول عين دكتورة أكو هواي مركبات مثلاً هي بهاي الملازم السابقة النواتج تكون يعني بدون اسم إحنا مو طالبين بتسميتهن فقط اللي مذكور بالملزم مو دكتورة والله يعني على حسب إذا مثلاً قلت لكم اعطوني البرودكت وسموا لي إذا ضمن الرولز ضمن القواعد اللي إحنا يعني نسميها ونعرف شلون نسميها أسألكم ممكن أسألكم لا والله إذا شيء جديد عليكم ما راح تعرفون تسمون ما اطالبكم يعني دكتوره قصدك اذا داخل اطار الايكان والايكين والايكان والامور مطالبين طبعا 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 مطالبين حتى لو مذكور بالملزمه احنا مطالبين انه احنا نسمي اي مثل ما جبت لكم هنا دقيقه خل اراويكم هذا انتم كلكم مجاوبيه مو صحيح هذا السؤال يا هو دكتور هذا اللي ضفت له اثل لو يا هو اها اللي ضفت له اثل اكو ناس مجاوبته اكو ناس مجاوبته صح واكو ناس هيك نقل من الملزمه بلا ايش اسمه يا دكتوره وكان نص من الملزمه فقط انت ضفتي له أثل بالثالثة حسب أثل. ما أذكر فقط هذا الاختلاف أثل أي أها ضفت له أثل فأنتوا شو مسوين؟ أنتوا قبل الجماعة ناقشين الملزمة هو شنو شكله؟ وهذا شكله المركب هو كان هبتان دكتورة يمكن سايكلو هبتان هذا اللي مركب اللي قلت حفظه اسمه فقط يعني لكم التفاصيل قلت لكم حفظه هو باي سايكليك قلت لكم لا تدخلوا نفسكم بباي سايكليك أنتوا ما ماخذين باي سايكليك ما شرحنا زين؟ كان هيك شكله نعم. صحيح هاي كلور نعم منا وهاي كلور هاي كلور
وهذه كلور. فأنا ايش قلت لكم؟ قلت لكم أثل مجموعة برقم 3 أثل. أنا قلت لكم وعلمتكم ليش ركزت على التسمية بليلتها وأخذتكم ساعة، قلت لكم 1 2 3 هو كان مركب 3 مدري 4 3 دكتورة 3 أثل 3 أثل؟ نعم دكتورة. زين ناس حاطة هنا وناس حاطة هنا، وأنا ما أقدر أفتح هذه لأنه هذه with answers ما عندي لا دكتورة أتذكر كان آخر واحد بالأسي هو كان أي دقيقة خلي أشوف الأسئلة أكتشاف